السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي نتحكم في الخلفية في برنامج سكراتش. دي الخلفية بتاعتي ابيض خالص، فانا ممكن اجي هنا واقول له ادوس هنا، يبدأ يقول لي اختار خلفية معينة، فاخترت مثلا ديت، ممكن اقول له خلفية تانية ديت وهكذا. تقدر يبقى عندك اكتر من خلفية. لو دوست هنا دبل كليك كده هيبدأ يدخلني على الباك جراوند ديت او الباك دروب، بتلاقي اكتر من خلفية هنا. تقدر تيجي مثلا على دي وتدوس ديليت، تقدر تيجي هنا وتقول له انا عايز كاميرا، فيبدأ يشغل لك الكاميرا وياخد صورة. ممكن تقول له انا عايز ابلود، فتختار صورة من الصور اللي عندك على الجهاز، وليكن مثلا اللقطة ديت. الشكل دوت تقدر تقول له انا عايز البرايس، حط لي انت مشهد من عندك. كل الصور دي تقدر تعمل تغير، تكتب الاسم بتاعها، تقدر تتحكم في الالوان، تقدر تعمل منها كوبي، تقدر ترسم عليها لاين مثلا او ترسم ريكتانجل مثلا بالشكل دوت وهكذا. فالصور دي بتكون موجودة عندك هنا. ممكن تيجي بقى دلوقتي هنا على الكود، تمام، تقدر تيجي تختار برضو اي صورة من الصور او تضيف صورة من الصور من هنا. طيب ممكن اقول له بقى ايه، انا عايز اول ما نبدا المشهد بتاعنا تبدا تغير الحجم، فانا اقول له فينت لما تدوس على ديت العلامه دي او تبدا اللقطه جو، عايزين نغير الخلفيه بتاعتنا، تمام. طيب خلينا نشوف كده، يعني عندي سويتش باك جراوند 2، وتقول له مثلا انا عايز اللقطة بتاعت المترو مثلا او عايز المشهد دوت. تبدأ تختار المشهد اللي انت عايز تغير الباك جراوند للحاجة اللي انت عايزها، تمام. طيب ممكن اقول له انا عايز مثلا لما ادوس سبيس يغير لي الباك جراوند للنكست، ايا كان بقى النكست دوت، اول ما ادوس سبيس يغير لي النكست. طيب ممكن تقول له انا عايز مثلا لما تدوس على ديت على الستيج، لما تدوس على الستيج بتاعتك عايز ان هو يعمل يغير الكالر مثلا او يغير حاجه من الحاجات. هنبدأ نشوف التأثيرات دي، تمام. طيب ممكن تقول له انا عايز اغير الكالر او كذا، ده تديله رقم معين. ممكن تقول له كلير جرافيكس افكت، ماشي. طيب خلينا مثلا نقول له لما يحصل ايه، خلينا ممكن نقول له مثلا لما تدوس على اي زرار مثلا وليكن مثلا ايه، هيبدا يعمل لي كلير للجرافيك افكت. طيب خلينا نبدا نشوف البرمجه اللي احنا عملناها ديت. اول حاجه هدوس هنا جو، فدي اللي هتحقق، هيغير لي الخلفيه دي. طيب لو دوست سبيس هيبدا يغير لي الخلفيه للحاجه اللي بعديها. طيب لو جيت هنا دوست كليك على الستيج بدا يعمل لي ايه، يعمل لي تاثير للكالر. ممكن اقول له فلاش اي يعملها لي بالشكل دوت، ممكن اقول له انا عايز اعمل التاثير دوت اهو، يلف لي الحاجه عاملها لي بكسله. طيب لو انا عايز الغي المؤثرات كلها ادوس حرف الاي، يرجع لي الصوره مفهومه. الموازيك بيبدا يشغل لي صوره بالشكل دوت، خلي فيها بريتنس بالشكل دوت. لو دوست ايه هترجع للاصل. فدي بعض الحاجات اللي ممكن نغير بيها الخلفيه واحنا شغالين، بحيث يبقى في كذا مشهد. ممكن يكون مثلا عندك قصه، ومثلا مره بيتكلموا في الغابه، ومره بيتكلموا في المدينه، ومره بيتكلموا في الفضاء، فبتحط الصور وكل صوره فيهم بتبدا تعمل احداث معينه، كانهم مثلا بيتكلموا، كانهم بيتحركوا وهكذا.